اليوم بفقرة سؤال الشارع انزلنا وسألنا الناس سؤال: هل تتواصلوا مع أهليكم عبر السوشيال ميديا والتليفون أكثر من الواقع؟ وكانت الإجابات: والله أنا بشوف الكل طبعا هيك بيسوي، أنا بالنسبة لي لا، بس إنه الكل بيسوي هيك، يعني هاي نقطة التواصل صارت. نعم مش أكيد، يعني ما أنت شايف الدنيا كيف صارت. هو بطبيعة أشغالهم يعني وإشي وظروف أعمالهم وهذا وانشغالاتهم، يعني أغلب الأيام بصبحوا علي بمسوا علي وزيارات يعني كل أسبوع. لا الواقع 100%. لا أتواصل مع أهلي على الطبيعة أكثر، بتواصل في التليفون غير لشغلي. السوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثة للتواصل هي أفضل اقتصاديا وبنفس الوقت اختصار للوقت. والله في العصر الحالي هلا إذا صارت كل عيلة صار لها جروب، يعني جزء تلاقي الواحد في الغرفة بيحكي مع والده بكون في الصالة بشغلة معينة، يعني والله صارت. لا على الواقع بتواصل معهم أكثر السوشيال ميديا. أي نعم حاليا إيه، لأنه مو بعراق وأنا هون.